والله يا عمي هادي كلش مشتاقي لك. كنا اليوم نجي نزورك. انا من اشوفكم قلبي يصير هاك براحتي. طبعا يقول لك هادي شنو ملك النكات. لا 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 هادي بتاعتي. لا بتاعتي سمعوا زي العاد. يلا انتوا سامعين اسرع نكتب العالم؟ لا لا عاد سمعت ثانية. شد لك زوار يا اللخ بتاعت اللخ. يلا اللخ. اسمع اللخ. يلا اكو اثنين صاعدين بسياره زين فهذا على الخط السريع قال له دير بالك الشجره دير بالك الشجره دير بالك الشجره اجا وطب الشجره قال له مو قلت لك دير بالك الشجره قال له شعله يا اني مو انت جاي السوق. حلوه 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 ابو شيء ما شنو ما افتهمت؟ لا لا افتهمتها. لا لا مو شنو ما افتهمتها انت. هو مو هذا القاعد قال له دير بالك الشجره دير بالك الشجره اجا وطب الشجره قال له عرفت عرفت. لا بعدني خليني اكمل لك. هو شنو من طب الشجره قال له يا بيب دير بالك الشجره قال له قال له مو انت ده السوق ايش عليك؟ عرفتها عرفتها افتهمتها افتهمتها. لطيفه لطيفه. بعد واحده بعد واحده اكو واحد دعم 200 ودوه لمركز الشرطه. الضابط ساله قال له لك شلون تدعم 200؟ قال له سيدي وانا دي اسوق فوق السلبريك اكو منا 5 ومنا 2 ايش اسوي اني؟ قال له طبعا تروح على الاثنين. قال له سيدي مو الاثنين راح اطبب بالسوق. يعني هذا طبيب وهذا اللي حق ولا ابو شيء ما ترى انك تحل اسمع افتهمتها؟ اي افتهمتها. لا مو ما افتهمت خليني اعيد لك اياها. لا لا افتهمتها. لا ما هو شنو مو هذا قال له فوكس البريك افتهمتها. اي قال له شو اسمه ذولا دخلوا. لا ما افتهمتها خليني اكمل لك. ما افتهمها. عوف لك هو شنو النكته؟ النكته مو الضابط قال له فوكس